السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعضينا الشال دوت. ده شال مستطيل بغرزة سهلة ان شاء الله، وبيدي نتيجة حلوة وبيطلع على طول. ده شكل الغرزة اللي نشتغل بيها. الشيل دوت بنبتدي فيه الشغل من تحت، من عند من تحت، من راس المثلث من تحت، وبنطلع فيه لحد ما نوصل للطول المناسب لينا. الخيط بيستخدم ابره حسب نوع الخيط بتاعنا، بيبقى مكتوب عندنا ان احنا نستخدم ابره كام. بنحاول نجيب اكبر شويه نمره عشان يبقى طري معانا ويبقى حلو في اللبس. دلوقتي هنبتدي نشتغل مع بعضينا. بمسك الخيط بلفه كده على ايدي وبطول في الدايره بتاعتي واطلع سلسله، التانية، التالتة، كده 3 سلاسل، والف على الابرة او اللفة وانزل في الدايرة بتاعتي واعمل كده اول واحدة، يبقى كده معايا 3 على الابرة. الف تاني مرة وانزل في الدايرة بتاعتي كده، تاني مرة، تالت مرة الف على الابرة وانزل وكده. هيبقى معايا كام فتلة على الابرة؟ 1 2 3 4 5 6 7، معايا 7 فتلات على الابرة، بسحبهم كلهم ما عدا اخر فتلة فيهم اهيت، هيبقى لي فتلتين هما على الابره، اسحبهم مره واحده. وبعدين هنعمل سلسله، نعمل سلسله بالشكل ده، وهنبتدي نكرر نفس الشكل تاني في نفس الدايره. الف على الابره وانزل في الدايره بتاعتي واسحب اول مره، والف على الابره تاني مره، الف على الابره تالت مره، اسحبهم كلهم ما عدا اخر غرزه. هيبقى لي 2، اسحب الاتنين مع بعض غرزه واحده. بعد كده اعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وارجع تاني اكرر الاتنين دول تاني في نفس الدايرة. الف على الابرة وادخل في الدايرة بتاعتي والف كده اول مرة، الف تاني على الابرة وانزل اسحب تاني غرزة، تالت مرة الف على الابرة وانزل اسحب تالت غرزة. بالشكل ده نسحبهم كلهم ما عدا اخر غرزة، هبقى لنا 2 على الابره نسحبهم مره واحده. وبعدين نعمل سلسله ونكرر تاني نفس الشكل، لف على الابره وادخل اسحب اول مره، هلف على الابره تاني مره، هلف على الابره تالت مره، واسحبهم كلهم مره واحده ما عدا اخر غرزه كده، وبعدين اسحب اخر غرزه، اخر 2 مع بعض، هيديني الشكل دوت. الدايره بتاعتي بلف بمسك فتله الخيط البدايه واشدها عشان اقفل بيها، هيديني الشكل ده. دي البدايه، هلف الشغل بتاعي واجي هنا ادخل هنا في الفتحه دي وهعمل سلسله اللي هو بين الاتنين اللي هي غرزه السلسله اللي موجوده، بعمل سلسله بعديها كده. وبعدين اعد 1 2 3، لف على الابره وندخل اول مره، وبعدين نلف تاني على الإبرة وندخل تاني مرة، ونلف تاني على الإبرة وندخل تالت مرة، نسحبهم كلهم مع بعضيهم ما عدا آخر غرزة، هيبقى لنا 2 على الإبرة نسحبهم مرة واحدة بالطريقة دي. وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان بعمل نفس الشكل تاني، ألف على الإبرة كده أول مرة وأدي تاني مرة وأدي تالت مرة. طلع معايا الشكل ده. هنا كنا عاملين 5 سلاسل، هنعد 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي رقم 3 في الخمسة دول، في رقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو. دخلت اهي في رقم 3 اسحب معايا 2 اسحبهم مرة واحدة، دي اسمها غرزة حشو. وارجع تاني اعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، اللي عملته الجزء ده هو اللي عمله هنا بين الاتنين دول. هبتدي ان انا الف وادخل واعمل اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، كلهم متكونين مع الابرة، بسحبهم كلهم ما عدا اخر غرزة، بقى 2 اسحب الاتنين بقى سلسلة، اعمل سلسلة فوقيها واحدة وانزل اكرر تاني نفس الشغل اللي كنت عامليه، اول مرة، تاني مرة، تالت مرة. هيبقى عندي الشكل كده. هلف الشغل بتاعي في السلسلة اللي في النص بين الاتنين دول،
بدخل بالابره بتاعتي واسحب غرزه، واسحبها من الغرزه اللي كانت موجوده عندي عشان انا انقل الشغل يبقى في النص، اطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اشتغل زي ما اشتغلت قبل كده. كده عملنا السلاسل بتاعتنا، هنكرر الشغل تاني، بنلف على الابره كده اول مره، كده تاني مره، كده تالت مره، اهي هنلف ونسحب بقى 2، نسحبهم مع بعض، هنعمل سلسله بينهم ونرجع تاني نكرر نفس الشغل في نفس الفتحة. ادي كده اول مرة، ادي كده تاني مرة، ادي كده تالت مرة، نبتدي ان احنا نسحب، اهي تبقى لنا 2 نسحبهم مرة واحدة، هيطلع عندنا بالشكل ده. هنا كنا عاملين 4، المرة دي بدل ما 4 سلاسل عامل 5 سلاسل، يبقى 1 2، 1 2 3 4 5، وفوق غرزة الحشو بدخل فيها كده وبعمل غرزة حشو تانية، واكرر تاني الشغل بتاع الجزء اللي مدي 5، 1 2 3 4 5، كده 5، وادخل اكرر نفس الشغل اللي عملته هنا واكرره في الجزئية دي، ادخل الف على الابرة وادخل كده بينهم هما الاتنين، كده اول مرة، كده تاني مرة، كده تالت مرة، اسحب كله ما عدا اخر غرزه، بيبقى معايا 2 على الابره، اسحبهم مره واحده بالشكل ده وبينهم سلسله، وارجع تاني اكرر الشغل بتاعي، الف على الابره في نفس الفتحه، ادي اول مره، تاني مره، تالت مره، اسحبهم كلهم مره واحده، هيبقى لي 2 اسحبهم مره واحده، هيبقى بالشكل ده. هلف الشغل بتاعي، نركز بقى في الجزئيه دي لان هو كل الشغل هيمشي بعد كده بالنظام ده. انا المفروض ان انا هطلع ان انا بوسع الايه، بوسع معايا الشغل عشان ابتدي ان انا يعني يكبر معايا، فانا هعمل توسيع ازاي؟ هعمل توسيع في الجزئيه دي. يبقى نبص في الحته دي، هنا دي كده لوحدي، دي اول واحده، تاني واحده، لما تقابلنا تالت واحده بنعمل فيها تزايد. يعني ازاي التزايد؟ بدخل عادي في النص واسحب، اعمل كده سلسله اهي، واعد 1 2 3، بسم الله، 1 2 3، الف على الابره واشتغل اللي انا كنت بشتغله عادي اول مره، تاني مره، تالت مره، واسحبهم زي ما انا بشتغل عادي، وبعدين اسحب الاتنين دول مع بعض، وبعدين سلسله عادي، وارجع تاني اشتغل في نفس الفتحه ديت، اهيت ادي اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، زي ما احنا كنا شغالين عادي تحت. الجزئية بقى اللي جاية دي اللي فيها التزايد، بعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبرجع عند نفس المكان دوت اعمل تاني فيها نفس الشغل ده، بلف على الابرة بتاعتي، ده اللي هو التزايد بتاعي بقى، وابتدي ان انا اشتغل تاني نفس الشكل ده تاني، ادي اول واحدة، والف تاني، ادي التانية، وبعدين ادي التالتة، اسحبهم كلهم مع بعض بالشكل ده، هيبقى لي 2 على الابرة، اسحبهم كده، وبعدين هنعمل سلسلة ونرجع تاني في نفس الفتحة، بنعمل نفس الشكل تاني، 1 2 3، بالشكل ده كده نسحبهم، بقالنا 2 نسحبهم، هيدينا الشكل ده. عند الجزئية دي احنا هنا كنا قايلين 5 5، هنرجع تاني نعمل تناقص، كان هنا 4 وبعدين 5، يبقى نعمل تاني 4، 1 2 3 4، كده 4، فوق غرزة الحشو بدخل فيها وبعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، وبعدين نعمل 4 تاني، 1 2 3 4 3 4، ده الجزء اليمين، هو نفس التكرار في الجزء الشمال. هبتدي ان انا هدخل هنا كده واكرر الشغل بتاعي، ادي اول واحدة، التانية في الشكل بتاعي، التالتة اهوت كده، تلاتة، هسحبهم مع بعض، هيبقى لي 2، اسحب الاتنين مع بعض سلسلة، وارجع تاني ادخل فيها، ادي 1 2 3، هسحبهم مع بعض، وبعدين هنا، وبعدين 5 سلاسل زي ما احنا عملنا هنا ال5 سلاسل بتوعنا. يبقى نعد 1 2 3 4 5، كده 4 5، هدخل في نفس المكان دوت، هو نفس التكرار اللي كنا عاملينه في الجزئيه ديت، هبتدي اعمل الشكل بتاعي، ادي اول واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، هنسحب، بعدين نعمل سلسله ونرجع تاني نعمل نفس الشكل، 1 2
ثلاثة ونسحبهم ايه مرة واحدة اهي. هيدينا الشكل ده كده. هنلف الشغل بتاعنا وهندخل في النص بينهم هنا كده، بنعمل غرزة نسحب سلسلة ونسحبها من السلسلة دي عشان نخلي الشغل بتاعنا في النص، ونطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ونبتدي ان احنا نشتغل. هنا هنحط فوقهم، هنا هنحط جوه 2 زي دول بالظبط اهي كده، 1 2 3 كده الشكل الاولاني اهوت. وبعديها سلسلة وفي نفس المكان ارجع تاني، ادي 1 ادي 2 ادي 3 اهيت، ونقفلهم. هنرجع هنا كان بينهم 5 سلاسل، 5 سلاسل دول هنرجع نشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. في رقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو ادي غرزة الحشو بتاعتي، وارجع تاني 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا هعمل العم نفس الشغل بتاعي الموجود. ادي 1 ادي 2 ادي 3، هو سهل مش صعب. بعدين غرزة سلسلة وندخل تاني نعمل تاني نفس الغرزة بتاعتنا، 2 3 اهوت، هيبقى بالشكل ده كده. هنا لو نفتكر في الجزئية دي كنا بنقول 4 سلاسل يمين و4 شمال، دلوقتي هنعمل 2 1 2. احنا اهم حاجة عندنا نركز في العدد. فوق غرزة الحشو بعمل غرزة حشو عادي خالص، وارجع تاني اعمل 2 1 2، وهرجع تاني اشتغل الشغل بتاعي اللي انا اشتغلته زي في الجزئية دي، هي نفس اللي اشتغله في الجزئية دي. الغرزة بتاعتي هنا هدخل بين الاتنين دول، هعمل الغرزة بتاعتي 1 2 3 واسحبهم، وبعدين سلسلة واشتغل تاني نفس الغرزة، 1 2 3 اهي. يبقى انا عملت 2 هنا وسحبتهم اهو كده بالشكل ده. هنا دول كانوا 5، هعمل فيهم 1 2 3 4، واجي في رقم 3 في النص، بدخل بالابرة بتاعتي كده اهي، واعمل غرزة حشو بالشكل ده، وارجع تاني اعمل 4 1 2 3 4، واشتغل نفس الغرزة بتاعتي بين الاتنين دول، نفس الغرزة بتتكرر. ادي اول مرة، تاني مرة، تالت مرة اهوت، واسحبهم بعدين هسحب كده، وبعدين هرجع من السلسلة، وبعدين اعمل تاني 1 2 3 واسحبهم. هيديني الشكل ده، بصوا شكل المعين بتاعنا اللي هو دوت هيبتدي يتكون هنا. دلوقتي هنلف الشغل بتاعنا، هندخل هنا في بين الاتنين دول ونسحب الخيط بتاعنا، نسحبه من السلسلة عشان نخلي السلسلة في النص زي ما انتوا شايفين. هنقول 1 2 3، ندخل في بين الاتنين دول نعمل 2 تاني زيهم نفس الغرزة. احنا المفروض خلاص كده عرفنا ازاي الغرزة بقى هشتغلها اهي كده، وبعدين سلسلة بينهم سلسلة، وفي نفس الغرزة بدخل تاني 1 2 3، هيديني الشكل ده. هنا كان دول 4، يبقى نعمل هنا بعد الـ4 رقم 5، يبقى 1 2 3 4 5، هنا 5 في النص فوق الحشو بعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل 5 تاني، 1 2 3 4 5. هنركز في الاعداد بس واحنا ماشيين، اهم حاجة نركز في العدد بتاعنا. هنخلص كده الغرزة بتاعتنا اهي، اهو كده بالشكل ده. لو احنا بصينا ده لسه في بدايتين، ده السطر الاولاني، السلاسل الاولانية دي، التانية دي، التالتة. نبص للجزئية اللي احنا رايح لها دلوقتي، دي الاول دي التاني دي التالت دي الرابع، احنا داخلين على الخامس. لا دي بصوا عندي غلط، دي اول واحدة دي تاني واحدة دي تالت واحدة دي رابعة دي خمسة، ده كده الخامس. لما نوصل على 5 سلاسل يعني في النص هنا بقى في 5 سلاسل، اللي هو كان نهايتهم 2 غرزة حشو 2، بنعمل ايه؟ بنضم الاتنين دول على بعض،
عشان دينا شكله معين. خلصنا الشكل دوت، نبتدي نلف على الابره ونروح على الشكل التاني على طول، نسيب بقى الجزئيه اللي في النص دي ونروح على الشكل التاني على طول. ندخل ونشتغل نفس الشكل، ادي اول مره، ادي تاني مره، ادي تالت مره. حاولي انت بتقربيهم، قربيهم لبعض. بصي الخيط ازاي طري، احنا نقربهم لبعض بس في اول واحده عشان ما يفتحش معانا جامد، ونحاول ان احنا نسحب الخيط بتاعنا واحنا مقربين من بعض كده. اهيت بقى اتنين، هنسحب الاتنين مع بعض وبعدين نعمل سلسلة ونرجع بقى نكرر الشغل بتاعنا عادي خالص. هنشوف دلوقتي اهوت، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده، ده الشكل بتاعي. اتمنى ان يبتدي ان يكون واضح قدامكم. هنا دي اول سلسلة كانت عبارة عن 5 سلاسل، دي تاني سلسلة عبارة عن 4 حشو 4، يبقى دور رقم 3. هنا في الدور رقم 3 عبارة عن 5، بقول 1 2 3 4 5، وانزل فوق الحشو بعمل فوقها يعني جواها حشو تاني، واكرر نفس الكلام الناحية دي 5 تاني، 1 2 3 4 5، وابتدي اشتغل الغرزة بتاعتي عادي خالص زي ما انا بشتغلها. انا بحاول بس اشتغل بسرعة، مش عايزة يعني فيديو طول معاكم. بعديها سلسلة نفس الغرزة تاني، يطلع لنا بالشكل ده كده كده. بصوا الشكل ابتدى اهو معانا يبان اهوت، وابتدى بص ازاي انه وسع معانا. هنرجع تاني نلف الشغل بتاعنا ماشي بالشكل ده. هنا لو تفتكروا كنت انا قايله لكم ان احنا بتبص على الحرف بتاعكم، هنا في 4 هم لازم، او نعيد نجيب من تحت، في 4 هم لازم نطلع فوقها مرتين، بيبقوا بس كل يعني مرتين، دي مره واحده ودي التانيه، ونرجع تاني نكرر الصف ده، يبقى بنطلع 2 ونكرر الصف ده تاني. هنا دي اول واحده، تاني واحده، يعني المفروض ان في الصف دوت ان انا هبتدي اكرر الصف ده اللي عليه الدور. بعد نيجي هنا كده انا هشرحها لكم احنا شغالين. بنعمل بندخل نسحب السلسله بتاعتنا، وبعدين نعد 1 2 3، نلف على الابره نعمل الشكل بتاعنا اهي، بينهم سلسله، ونرجع تاني نعمل الشكل بتاعنا هنا. المفروض ان احنا على طول نشتغل كده، لا هنا بقى اللي انا بقول لكم عليه، ده الشكل دوت اتكرر معانا اللي هو فيه 4 موجودين في غرزه واحده، هكرره بعد من 2، يعني ادي هي دي 4، بدي اول سطر تاني سطر تالت سطر لازم نكرره عشان ده اللي بيوسعنا الشغل بتاعنا. بنعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونرجع في نفس الغرزه نعمل 2 تانيين زي دول. ادي كده اول واحده، وبعديها سلسله، وادي تاني واحده، وبعدين نسحب كده مع بعض. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي، دي اهي لوحديها ودي لوحديها. في رقم 3 بنعمل ان احنا بنعمل التزايد بتاعنا، ده كده هو التزايد اللي بيوصل لنا بتاع اهو. لو انتوا بصيتوا ادي اول واحده تاني واحده عملنا التزايد، اول سطر تاني سطر عملنا التزايد. نبتدي بقى ان احنا نشتغل تاني، نبص كده عشان لو انا مثلا نسيت وانا شغال ابص اجيب من اول السلاسل، ده كان 5، ده كان 4، ده كان 5، نرجع تاني نجيب 4، 1 2 3 4، ده في حاله ان انا ايه نسيت او حاجه. وفوق غرزه الحشو بدخل حشو وارجع تاني 1 2 3 4، واشتغل الغرزه بتاعتي اهي كده، وبعدين سلسله، وبعدين الغرزة بتاعتي تاني ايه. هاجي هنا هقف هبص الاقي ان انا ضميت الاتنين دول وقفلتهم شكله معين، اداني شكله معين. هكمل ازاي في الحالة دي؟ الاتنين اللي ضميتهم كده نعمل بينهم 5، يبقى اول ما نشوف الشكل الاتنين دول اتضموا نعمل فوقهم على طول 5 سلاسل، يبقى هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهرجع تاني اشتغل بقى الشغل عادي خالص كده.
الغرزة بتاعتنا اللي شرحتها، وبعديها سلسلة نرجع تاني الغرزة اهيت في نفس الشغل في نفس المكان بالشكل ده. هنا انا نسيت الشغل ازاي، هنا عد عد السلاسل بتاعتي، دي كانت اول سلسلة عملت فيها خمسة، دي عملت اربعة، دي عملت خمسة، يبقى هنا هنعمل اربعة. يبقى نعد اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبدخل في غرزة الحشو، في غرزة الحشو نعمل حشو كده، وبعدين نرجع تاني اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا نبص المفروض اللي عملناه في الجزء اليمين بنعمله في الجزء الشمال. هنا انا عملت التزايد بتاعي، يبقى هنا هعمل التزايد بتاعي بعد اتنين، يعني اهد كان في تزايد فوق التزايد، بسيب اول سطر تاني سطر تالت سطر بعمل تاني التزايد بتاعي. يبقى هنا هنبتدي نعمل التزايد بتاعنا، ادي اول واحدة تلاتة اهيت، بعدين سلسلة ونرجع تاني تلاتة ماشي، وبعدين نعمل خمسة زي ما احنا عملنا هنا كده، خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين نشتغل تاني في نفس الفتحة ديت نفس الشغل تاني، عشان هو ده التزايد بتاعي اللي بيقبل لي المفرش بتاعي. كده خلصنا السطر بتاعنا، هنرجع تاني، هو بقى هنبتدي التكرار للشغل، هنرجع تاني بردك عشان اوريكم بس السطر دوت، وبعدين ايه هشرح لكم ازاي تكمله. بندخل بين الاتنين دول، بنسحب اهيت، نقول واحد اتنين تلاتة، وبعدين نبتدي ان احنا نشتغل الغرزة بتاعتنا عادي، سلسلة وبعدين الغرزة بتاعتنا هيقابلنا هنا الخمسة، بيبقى بقول واحد اتنين تلاتة اربعة، بدخل في رقم تلاتة واعمل غرزة حشو، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة اهيت، وادخل هنا في الديات اللي على الدور، بدخل اعمل الغرزة بتاعتي، ادي واحدة التانية ادي التالتة، بسحبهم بريك نسحبهم وبينهم سلسلة، وارجع تاني اشتغل تاني نفس الشغل ونقفل. هرجع هنا انا نسيت العدد، فهبتدي ان انا اعد تاني في اني سطر، ادي اول سلسلة، تاني واحدة، تالت واحدة، رابع واحدة، في رقم خمسة بنعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، وبنرجع بننزل هنا بنعمل غرزة حشو، وبعدين نرجع تاني نعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، وبعدين بنقفل الشغل بتاعنا من يمدي، واحد اتنين تلاتة اهي، بينهم سلسلة، ونرجع تاني نفس الغرزة. هو انتوا يعني الحاجة تبقى سهلة قدامكم، لو انتوا ابتديتوا تشتغلوا بالخيط والابرة هتلاقيها سهلة ان شاء الله، وتفهموا انتوا شغالين. اداني الشكل ده، هرجع هنا كان في خمسة، خمسة دول هقسمهم، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، وهرجع لان ده اول سطر، تاني سطر بيبقى اربعة، هدخل في رقم تلاتة هعمل غرزة حشو، وهرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة كده، وهبتدي ان انا اكرر الشغل بتاعي تاني، ادي كده اهوت، بينهم سلسلة، نرجع تاني واحد تلاتة لي. بالشكل ده. هنا انا مش عارفه في انهي دور عشان ابتدي السلاسل هي تكرر معايا كتير، عشان ما اتلخبطش عدت السلاسل بتاعتي، ادي اول دور، ادي تاني دور، تالت دور، رابع دور، خامس دور، بعمل اتنين سلسله، واحد اتنين حشو، اتنين سلسلة، واحد اتنين، وابتدي ان انا اشتغل عادي، دي اللي عليها الدورة اهي، واحد اتنين اهي، بعمل الغرزة بتاعتي سلسلة بينهم، وارجع تاني انزل اعمل الغرزة بتاعتي، اتنين تلاتة، اهي هنا هيقابلني خمسة، ودي كانت اول سلسلة، بعديها رقم اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، بدخل في رقم تلاتة بعمل فيها غرزة حشو اهي الطريقه دي، وبعدين واحد
واحد اتنين تلاتة تلاتة أربعة، وأدخل أعمل الغرزة بتاعتي اهي. اتنين تلاتة كده، تلاتة اهو سحبنيهم غرزة. الغرزة ابتدى ازاي يكبر معانا؟ شكله معانا، بصوا ابتدى ازاي يكبر معانا. هنبتدي بقى نشتغل. هنشتغل ازاي؟ احنا كده المفروض ان احنا يعني نكون فهمنا ازاي الفكرة بتاعته. هنا بلف الشغل بتاعي تاني وارجع، ده هدخل هنا كده في النص وابتدي ان انا اشتغل اهيت، واقول واحد اتنين تلاتة، وهشتغل الغرزة بتاعتي عادي فيها. بعديها سلسلة، وبعديها ادخل في هنا في نفس الجزء ده وادخل اعمل التانية اهي. هيقابلني عدد سلاسل بتاعتي، دي السلسلة الأولانية، دي التانية، ده اللي هو السطر التالت. كان هنا أربعة يبقى هنا خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده. فوق غرزة الحشو بحط غرزة حشو تانية، بيها كده بدخل بعمل غرزة حشو، وبعدين خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأقفل الشغل بتاعي اهو. اتنين تلاتة وبعدين سلسلة، وبعدين اشتغل يبقى بالشكل دوت. هنيجي هنا نعد كده مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى خلاص كده خلصنا. هنضم الاتنين دول على بعض، ببتدي ان الف على الابرة زي ما انتم شايفين كده، الخيط معايا طري، فانا بقربهم من بعض لحد ما اعمل الغرزة بتاعتي. ادي اول واحدة، ادي التانية، ادي التالتة اهي، خلاص اهي. بعديها سلسلة وارجع تاني اكمل الشغل بتاعي عادي خالص. ماشي، اجي ابص اللي جنبيها، دي اول سطر في السلاسل، ده تاني سطر، تالت سطر بيبقوا خمسة، واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق غرزة الحشو بعمل غرزة حشو تانية، وبعديها خمسة تاني، اتنين تلاتة اربعة خمسة، واشتغل نفس الشغل تاني كده. تلاتة وبعدين سلسلة، وبعدين تاني في نفس الغرزة. هبص هنا لعدد السلاسل بتاعتي، ادي اول سلسلة، تاني سلسلة، تالت سلسلة، رابع سلسلة، خمسة. يبقى كده انا هقرب الاتنين دول لبعض كده، مش هشتغل بينهم سلاسل اهما. اتنين تلاتة بعديها سلسلة، وندخل في نفس الغرزة تاني اكرر الشغل بتاعي. بسم الله. هبص هنا لعدد السلاسل بتاعتي، ده اول سطر في السلاسل، ده التاني، رقم تلاتة، يبقى اربع سلاسل، دول واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة. غرزة الحشو فيها غرزة حشو اربعة، يما التانية، واحد اتنين تلاتة اربعة. هبتدي ان انا هقفل بالغرزة بتاعتي. بعدين سلسلة اهي، واحد اتنين تلاتة. هنلف الشغل بتاعنا، طبعا احنا عارفين بندخل في النص وبنسحب عشان يبقى معانا سلسلة تيجي في النص. هاجي اشوف انا في السطر رقم كام، سيبنا بقى من السطور اللي تحت كده، ده التزايد، بعد التزايد اتنين عشان اعمل التاني تزايد. ده كان التزايد بتاعي، دي اول غرزة هي بعديه، ده تاني غرزة، في تالت غرزة يبقى نعمل تزايد تاني. يبقى احنا هنمشي اول سطر بعد التزايد، اول سطر لا، تاني سطر لا، تالت سطر بعمل التزايد بتاعي. وانا شغالة هبتدي ان انا اعد عدد السطور بتاعتي في السلاسل عشان اعرف العدد بتاعي اللي انا المفروض اشتغله. هي سهلة مش صعبة يعني، هي بس انتوا لما تبتدوا تمرنوا عليها هتحسوا ان هي سهلة ان شاء الله. يعني بصوا هنا مثلا، انا المفروض هنا خلاص ده التكرار بتاعي، ده
طلعنا فوقيه سطرين، يبقى السطر التالت هبتدي ان انا اقط، يعني اعمل تكرار تاني عشان اكبر الشغل. فبعمل السلسلة بتاعتي 1 2 3 وابتدي ان انا اشتغل الغرزة بتاعتي عادي اهي، وبعدين سلسلة واعمل تاني الغرزة بتاعتي 1 3. هنا انا عايزة اكرر الشغل تاني فيه عشان ابتدي ان يوسع معايا، بعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وليه رقم 5؟ عشان ببني شكل جديد زي الشكل ده كده اللي هو بيتعمل معايا، اللي هو شكل المعين. شايفين شكل المعين ده كده؟ فانا بعمل 5 سلاسل عشان ابني شكل معين يبتدي يشتغل معايا فيعملي توسعة. وبلف على الابرة واشتغل هنا 2 نفس الشكل ده، يعني نفس الشكل ده كده بكرره تاني اهو هنا. وبعدين سلسلة، وبعدين 1 2 3. خلاص كده، كده خلاص. يبقى انا عرفت الشكل ده بعمله ان انا لما يكون عندي تكرار بسيب اول سطر ما عملتش فيه التزايد، تاني سطر ما عملتش فيه التزايد، تالت سطر بعمل فيه التزايد. لما اجي اشتغل الجزئية دي يا ريت يبقى معانا ورقة وقلم نكتب فيها ان اول سطر سلاسل يبقى 5، تاني سطر سلاسل يبقى 4 و4، تالت سطر سلاسل 5 و5، رابع السطر اللي هتعمله دلوقتي هيبقى عبارة عن 4 و4. يعني بصوا 4 1 2 3 4، نعد بالسلاسل بتاعتنا عشان نبقى فاهمين الشغل. نعمل غرزة حشو ونرجع تاني 4 1 2 3 4، ونكرر الشغل بتاعنا عادي، كل واحدة فوقها زيها بالظبط، نفس الشكل بالظبط. كده سلسلة بينهم، وننزل نعمل نفس الشغل بتاعنا. خلاص اجي ابص اللي جنبيها عشان اشوف السلاسل بتاعتي، اتفاجئ ان مفيش سلاسل. في الحالة ديت ان انا ضميت الاتنين ببعض، لما يكونش فيه سلاسل اعمل انا 5 سلاسل، يبقى قابلني الشكل مقفول. يبقى انا هعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5، واكرر الشغل بتاعي لما تقابلني الغرزة دي بعمل نفسها بالظبط لانها ماشية بيها اهي. بعدين سلسلة، وهي دي الشغلة اهو، 1 2 3 كده خلاص انا عملت 5 سلاسل اللي هعرف اشتغل عليهم. اجي اللي بعديها اعد عدد السلاسل بتاعتي عشان اعرف انا هحط رقم كام. ادي اول سطر في السلاسل، تاني سطر، تالت سطر، لو كاتبه جنبي في ورقه وقلم يعني في كراسه عشان ما انساش، هعرف في رابع سطر هعمل قد ايه. هقابلني رابع سطر، رابع سطر المفروض ان احنا هنعمل 4 سلاسل 1 2 3 4، وبعدين نعمل غرزه حشو، وبعدين 4 سلاسل 1 2 3 4، وبعدين نقفل الشغل بتاعنا اهوت. بعدين سلسلة، وبعدين نقفل الشغل بتاعنا كده بالطريقة دي، هيبقى بالشكل ده. هنا مفيش سلاسل، يبقى انا هعمل 5 سلاسل. هقرر بنفس الموضوع دوت، اللي بقى احنا هنزود عندنا بعد سطرين، كل سطرين يعني سطر اولاني يبقى فيه الغرزة واحدة بس، ده شكل كده هنسميه ايه، غرزة واحدة، ودي التانية شكل ده هيبقى هو التاني. في التالت بعمل فيه تزايد بينهم 5 سلاسل ماشي. لما اجي بعد السلاسل بتاعتي ببتدي احدد انا بحط انهي رقم. اول سلاسل في الصف بيبقى عبارة عن 5، التانية عبارة عن 4 يمين غرزة حشو 4 شمال، تالت سطر بيبقى عبارة عن 5 سلاسل غرزة حشو 5 سلاسل، ده تالت سطر. رابع سطر بيبقى عبارة عن 4 سلاسل غرزة حشو 4 سلاسل، خامس سطر بقى المفروض تعمل هيبقى عبارة عن 2 سلاسل غرزة حشو 2 سلاسل. لما يقابلنا الاتنين مقفولين على بعضيهم انا خلاص هقفل هنا المعين، يعني لما كنت هوصل هنا لسه هشتغل 2 و2 وبعد كده هقفل المعين بتاعي. لما اقفل المعين بتاعي بطلع السطر اللي بعديه كده مفيش سلاسل، اعمل 5 سلاسل عشان ابتدي ابني الشكل بتاعي. هداني اكرر لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه في الشال بتاعي. اتمنى ان يكون الشرح واضح قدامكم، لو عايز اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات ونعمل الاثنين. ده الشكل بتاعنا اهوت، هيبقى بالشكل ده. طبعا بنعمل تنظيف بقبل التنظيف، وناخد الخيط بتاعنا ندخله جوه الايه، جوه الشغل عشان ما يبقاش باين، يبقى شكله نظيف. ده الشكل بتاعنا، وده شكل الايه، الشال بتاعي اهوت بالطريقه دي. اتمنى ان اكون عرفت اوصل لكم المعلومه، وشكرا جدا، سلام عليكم.